طيب انا معايا لقاءات مهمه جدا جدا مع طاقم الضيافه لطائره اير كايرو المقله لرحله النادي الاهلي سواء الذهاب او العوده كمان للقاهره. اللقاءات تحديدا في رحله العوده اجراها زميلنا العزيز كريم احمد. نروح نشوف اللقاءات دي ونرجع مره ثانيه، يلا بينا. كل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد بنبارك من جديد لكل جمهور النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي على الفوز الهام جدا على فريق الوداد بنتيجه 2-0. وكالعاده طبعا زي ما انتم عارفين رحلتنا برعايه اير كايرو الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي اللي بيقوموا بدور كبير جدا سواء في رحله الذهاب ورحله العوده. انا معايا طبعا اثنين رسائل طبعا المميزين جدا، طبعا رسائل اطقم هنا اللي حملوا مجهود كبير مع النادي الاهلي سواء المستر محمد او الاستاذ عمرو. ايضا مستر محمد حابب تقول ايه لفريق النادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء المميز ده جدا، توجه لهم رساله تقول لهم ايه؟ طبعا الحمد لله والف الف مبروك الفوز اللي الناس عملت عليها بزياده، وان شاء الله عقبال العوده ونحقق الفوز ان شاء الله، الف مبروك. تمنياتك ليهم ايه الفتره اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ ان شاء الله كل الاماني وكل التوفيق ان شاء الله في المباريات اللي جايه كلها وكلها بالفوز ان شاء الله، الف مبروك. استاذ عمرو الصغير كمان ممكن اتكلمنا معاه قبل المباراه، توقع كمان الفوز للنادي الاهلي والحمد لله يمكن ربنا كرم وفزنا، حابب تقول اللعيبه وشايف الاداء المميز جدا لعيبه النادي الاهلي كانت الحمد لله رب العالمين، اللعيبه كلها رجاله وانبسطنا والله الحمد لله رب العالمين. اللعيبه ادت كويس قوي وكانت خطه محترمه من كابتن موسيماني قافل نص الملعب كويس والحمد لله ربنا كرم. الحمد لله رب العالمين. كلمنا عن رحله العوده بقى، يمكن يعني عارفين ان احنا بتستغرق اقل شويه من رحله الذهاب في الوقت، ممكن تبقى 5 ساعات او اقل من كده، ولا كلمنا الامور ماشيه ازاي معاك؟ ان شاء الله باذن الله رحله العوده تعمل لها حوالي 4 ساعات 50 دقيقة باذن الله، واحنا اللي يهمنا يعني اللي يفرق معانا ويهمنا بس ان الناس كلها تبقى مبسوطه. لعيبه النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب والناس دي كلها على دماغنا وضيوف لينا وضيوف عزاز، واهم حاجه بس ان انتوا تبقوا مبسوطين. وتوصلوا بالسلامه طبعا، دي طبيعه شغلنا وربنا يكرم ويوفق في الفتره الجايه يا رب ان شاء الله. سالتك ايه لعيبه النادي الاهلي بقى في مباراه العوده؟ ان شاء الله باذن الله البطوله العوده هنكسب، انا قايل لحضرتك في الذهاب هنكسب 3 لولا كره كابتن حسين كان زمان انا كسبت الرهار، بس الحمد لله 2-0 نتيجه كويسه باذن الله. بامر الله النهائي مصري ان شاء الله والنادي الاهلي اللي ياخد البطوله باذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن، ربنا يخليك. بنشكر طبعا مستر عمرو ومستر محمد على المجهود الكبير اللي بيقوموا بيه الحقيقه مع فريق النادي الاهلي ومع البعثه بالكامل، ان شاء الله باذن الله نوصل بسلامه الله ان شاء الله. بنشكر اكيد شركه اير كايرو على الاهتمام الكبير جدا الناقل الرسمي لقناه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يكون وشها خير على فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. دي كانت لقطات او كمان لقاءات مهمه جدا مع طاقم طائره اير كايرو المقله والراعي الرسمي لرحله قناه النادي الاهلي للمغرب، وكمان لقاءات كانت في الحقيقه غايه في الاهميه لان البعض بيتكلم او هم يعتبروا من جمهور النادي الاهلي في الحقيقه، وقال لك يعني اللقاء الاخير تحديدا قال لك كان ممكن نكسب 3 وتوقعي يطلع صح لو حسين شحات جاب الجون، لكن في كل الاحوال انتصار فعلا مميز للنادي الاهلي 2-0. وارد لاعب يكون موفق في يوم وغير موفق في يوم او موفق في يوم ويوم لا، يعني ده امر طبيعي.